ألو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أنا بدر عبد القادر. أهلا وسهلا يا باشمهندس بدر. أهلا بحضرتك. يا ترى النتائج بتاعت التحاليل والمنظار بتاعت المدام طلعت؟ ظهرت ما فيش من ربع ساعة. خير؟ بص يا باشمهندس بدر، للأسف التحاليل أظهرت وجود سرطان. معقول يا دكتور؟ حضرتك كنت بتطمني وبتقولي ان شاء الله ما فيش حاجه. يعني الوضع دلوقتي خطر؟ مفيش شك، مفيش شك ان حاله مدام زينه دلوقتي تستلزم مننا تدخل طبي سريع. التدخل ده ليه عده محاور، بس الحقيقه الموضوع يطول شرحه شويه. لازم نتقابل عشان اشرح لك احنا هنواجه الامر ازاي بالظبط. طيب ماشي، خلاص ماشي ماشي، نتكلم بعدين. طيب اوكي، مع السلامة. مع السلامة. بتكلم مين يا بدر؟ ده المهندس يوسف، مديري في الشغل، كان طالب مني حاجات كده بس اعملها يعني. صباح الخير. صباح الخير. المهندس بدر الدين صادق عبد القادر موجود؟ موجود. مين حضرتك؟ انا موظف في شركه المغرب العربي للعقارات، ومعايا جواب للمهندس بدر. حضرتك المدام مش كده؟ ايوه. اتفضلي، ممكن بس تمضي هنا بعد اذن حضرتك؟ اوكي. السيد الموظف المحترم المهندس بدر صادق عبد القادر، بعد التحية تأسف شركة المغرب العربي بإبلاغكم بقرارها بعدم تجديد التعاقد معكم لعدم حاجة الشركة لخدماتكم. نرجو سرعة التوجه لمقر الشركة لإخلاء طرفكم وتسوية أوضاعكم. وتفضلوا بقبول وافر التقدير لمجهوداتكم خلال الفترة الماضية. هنا. أيوة بدر. أيوة جاية. زينة. يا رب أنا ما عنديش القوة إني أواجه زينة بالحياة دي. زينة دي كل حياتي، حب عمري. أنا مش عارف أعمل إيه أو أتصرف إزاي، بس كل اللي أعرفه إني لازم أعمل كل حاجة في الدنيا عشان تخف. وبعدين أقولها له إزاي بس إنهم مشوه؟ أكيد مش هيتحمل الصدمة، خصوصاً إن علينا كل الديون والمصاريف المتلتلة دي. لازم أساعده، بس يا ترى كدب عليا ليه وقال لي إن هو بيكلم الشغل؟ يا ترى ممكن يكون كلم واحدة؟ لا لا لا، مستحيل، بدري مش كده.
بس هيكون ايه؟ كمان ماما كلمتني النهارده وكانت تعبانه قوي. خير؟ في ايه؟ موضوع السكر والضغط ده بيقلقني عليها جدا. تخيل امبارح كانت هتدخل في كومه سكر، ولولا ان جارتنا كانت عندها بالصدفه هي اللي لحقتها. الحمد لله. انا بقيت بخاف عليها قوي وهي قاعده لوحدها يحصل لها حاجه. حبيبتي ما احنا ياما قلنا لها تيجي تقعد معانا بس هي اللي مش راضيه. طب قولي لها تاني. يعني انت ما عندكش مانع ان هي تيجي تعيش معانا؟ لا طبعا ما عنديش مانع. يعني اروح اجيبها النهارده؟ انا اللي بقول لك اهو، اعملي كده طبعا. دي امك، يعني سبب وجودك في الدنيا. ولو ما شلتهاش دلوقتي هتشيليها امتى بس؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا بدر. اصل انا بصراحه فتحت معاها الموضوع تاني النهارده واحنا بنتكلم في التليفون. حسيت يعني انها ممكن توافق، اصلها الظاهر خافت من بعد اللي حصل لها امبارح. وعلى فكره لو ماما جت تعيش معانا انت مالكش دعوه بمصاريفها خالص، هي هتصرف على نفسها كانها عايشه في بيتها بالظبط. عيب يا حبيبتي الكلام اللي انت بتقوليه ده. يعني انا ان شاء الله اجازتي هتخلص يوم الاحد. يوم الاحد ده يوم مهم جدا في الشركه، في حركه تنقلات كده كتير، وبصراحه انا مستني ترقيه جايه يعني. وان شاء الله مرتب يزيد. انا مش عايزك تشيلي هم الفلوس خالص، بس ادعيلي بس. ربنا معاك يا حبيبي. تتقالوا عادي، تتقالوا بأي طريقة. انت عايزة جوزك يروح الشغل يوم الحد يلاقي نفسه مفصول؟ ازاي تحطي جوزك يا بنتي في الموقف ده؟ ما انا قلبي مش مطوعني اقول له يا ماما، ده فاهم ان هو هيترقى. اقول له انت اترفدت؟ ما هو لازم هيعرف. هو اول ما يجي انت تقولي له. يا دي الخيبة باينه ماشي فقر عليكم. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ انت بتهزري؟ دي احسن حاجه حصلت انك جيتي تعيشي معانا. ده انا كلمت بدر في التليفون وقلت له ان انت جيتي وفرح جدا. انت مش متخيله وجودك ده فرق معايا قد ايه. فرق معاكي انت بس يا اختي، انا حاسه ان انا في نص هدومي. مش معقول يعني الراجل اترفد من هنا يرجع يلاقي حماته رشقت عنده في البيت من هنا. والله انا لولا ان انا كنت حاسه اني هفطس امبارح انا كنت قمت رجعت شقتي حالا. ما بيصير هيك بيقولوا احيانا عن اي شيء، كل شيء بينتقل هيك بالوراثه. اسمعوا هي القصه بدها تنحل هون. بدر يا بدر، ايوه حبيبتي. ايوه حبيبتي. ايه في ايه يا بدر؟ انا سامع صوت عياط. لا عياط ايه ده؟ تلاقي صوت جاي من عند الجيران ولا حاجة. بس انت عينيك حمرا وشكلك زي ما تكون معيط. في ايه؟ طنط وانكل كويسين؟ ماما تعبانة شوية وبابا كمان تعبان.
أنا برضو حسيت إن في حاجة مضايقاك. ربنا يشفيهم يا حبيبي، إن شاء الله هيكونوا بخير في النهاية. ولا في حاجة خطيرة؟ أنا عايز أجيب لهم حد يقعد معاهم. ماما ما بقتش قادرة تشيل مسؤولية البيت، وكمان ما بقتش قادرة تشيل مسؤولية بابا فوقيها. ادعيلي بس يوم الأحد إن شاء الله اترقى. أنا محتاج المرتب يزيد الفترة الجاية دي. أنا قولي يا حبيبتي، كنت عايزة تقوليها. لا لا، قول أنت. قولي يا حبيبتي. مفيش، كنت عايزة أقول لك على خبر كده يعني. وأنا كمان. فعلا؟ طيب بص، اللي الخبر بتاعه أحلى يقول هو الأول. ف قول أنت الأول. هقول أنا؟ مش عارفك إن الخبر اللي عندي حلو ولا وحش. قولي يا حبيبتي، قولي. بس أنا الخبر اللي عندي مش كويس. بخصوص إيه؟ بخصوصك أنت. خير يا حبيبتي؟ فيه؟ اسمعني كويس يا بدر، أنا متعودة عليك إن أنت راجل قوي وما بيفرقش معاك حاجة، والرزق بتاع ربنا بيروح ويجي. اللي انت هتعرفه ده مش عايزاه يزعلك ابدا ولا ثانيه، بالعكس محدش عارف الخير فين. يا حبيبتي قلقتيني. اقرا ده. مش مهم يا حبيبي، مش مهم بجد. المهم ان احنا كويسين، انا وولادك كويسين، وطنط وانكل بخير، والمهم ان احنا مع بعض. الفلوس تغور مش مشكلة، هنتصرف، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا حبيبتي طبعا. يا رب. شفت بقى انه الخبر بتاعك اكيد هيبقى احلى. يلا قولي كنت عاوز تقولي. بص يا حبيبتي، زي ما انت عايزاني قوي، انا عايزك اقوى. ولازم تبقي فاهمه ان احنا كلنا في البيت هنا بنستمد قوتنا منك، وانا والولاد ما نسواش اي حاجه من غيرك. عشان كده حبيبتي انا عايزك تساعديني في الفتره الجايه دي ان احنا نحافظ على مستقبلنا وحياتنا بانك تبقي كويسه وبصحه. بحاول افهم انت تقصد ايه بس متلخبطه شويه. بص يا حبيبتي، احنا عندنا مشكله خاصه بيكي بس ليها حل. النتائج بتاعه التحاليل والمنظار طلعت كده ان في مشكله في القولون. المرض ده ما بنحبش نسميه. سرطان؟ أنا عندي سرطان. بس يا حبيبتي أنا عندي سرطان في القولون. مش حاجة خطيرة، مش حاجة خطيرة ولا مقلقة بجد. يعني إحنا حبيبتي عشان خاطري إيه؟ إحنا بس هنتماسك ونبدا ناخد العلاج، وصدقيني هتخفي والله، وهتبقي احسن من الاول مليون مره. عشان خاطري، عشان خاطري يا حبيبتي نتماسك، عشان خاطري الولاد. يا ماما مالك؟ متخافيش،
النتائج بتاعت التحاليل والنظارة طلعت طلع كده ان في مشكلة في القولون. المرض ده اللي ما بنحبش نسميه. منورني يا بدر والله. تشرب ايه؟ ولا حاجة محمد، كتر خيرك. انا اسف يعني لو كنت جيت لك من غير معاد، بس انت اخويا طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده يا بدر؟ هو في بينا الكلام ده؟ قول لي عامل ايه في الجواز والشغل؟ ما انا جاي لك بقى عشان خاطر كده. انا بمر باصعب ايام حياتي. ابويا وامي حالتهم الصحيه مش حلوه، وسبت الشغل، ومراتي تعبت هي كمان من قريب، مش عارف اعمل ايه. يا ساتر يا رب، الف سلام عليهم. طب سبت الشغل ليه؟ ده انت لسه ما كملتش سنه في الشركه دي. والله انا ما عارف لحد دلوقتي، مع ان الامور كانت ماشيه زي الفل، وكنت مستني ترقيه كمان، بس هم قرروا انهم يقللوا عدد الناس اللي شغالين في الشركه، ويظهر انا بقى كنت من المستبعدين. يعني يمكن يبقى في واسطه ولا حاجه. بس يا محمد، عندك شغل ليه؟ شغل؟ لا، شغل صعب قوي الفتره دي يا بدر. انت عارف الظروف اللي احنا فيها. على فكره انا لسه عامل نفس الحركه دي في الشركه، مشيت ناس كتير قوي. صعب قوي، صعب. انا اسف، كان نفسي اساعدك يا بدر. دم قلبنا في السوبر ماركت ومن عند الناس، احنا ممكن نعمله في بيتنا. يعني مش هقول اقل تكاليف لان الحاجات غاليه، بس اكيد ارخص. واحد في الاخر ما يدفعلوش مثلا 30 جنيه في رغيف، وده اللي بيحصل، فحرام. فاحنا نعمله في بيتنا. فاهو. مساء الخير يا بابا. مين؟ الله، بدر، ازيك يا حبيبي؟ اهلا اهلا. المفاجاه الحلوه دي. ازيك يا بابا، وحشني يا حبيبي. انت اكتر يا حبيب بابا. قول لي ايه الاخبار وزي ولادك؟ في نعمه والله الحمد لله. زي ما انتوا شايفين. قول لي يا ماما فين؟ زيت ولا اي ميه ولا اي حاجه. امك شويه عين جمل كده بتضافوا. امك فين؟ لا والله ما انا فاكر. افتكرت، امك نزلت من بدري. نزلت؟ راحت فين؟ مش عارف بقى، هي مش باينه من بدري، زمانها جاية، هي مش بتغيب. غريبة دي. مش عايز تتغدى يا حبيبي؟ أتغدى؟ أكل يعني وكده؟ والله يا حبيبي ما أنا فاكر. بصراحة أنا بهني كلت، لأني مش جعان خالص. أنا ما أعتقدش برضه إن حضرتك أكلت. أكيد ماما ما بتغدكش بدري كده. طب هي ما قالتلكش يا حبيبي هي راحت فين؟ اصل بكلمها على تليفونها مقفول. مش عارف، انا بقالي كتير قاعد لوحدي، بس مش عارف، ممكن تكون نزلت او يمكن نايمه. نايمه؟ معقوله نايمه لحد دلوقتي؟ طب انا هخش اشوفها جوه في الاوضه، يمكن تبقى نايمه فعلا وحضرتك فاكرها بره. برافو، فكره هايله. ماما نايمة اهي. مش قلتلك؟ ماما، 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 ماما. لا اله الا الله. ماما. ايه في ايه يا ابني؟ ماما، ماما، ماما. لا اله الا الله. ماما. فتاه قلبي يا رب.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا شد حيلك يا استاذ صبري. اتفضل يا بابا ارتاح. احنا بنعمل ايه هنا يا بدر؟ احنا هنا ليه؟ احنا في العزاء يا بابا. انا عارف ان احنا في عزاء، لكن ليه قاعدين كل ده؟ وبعدين امك ما تعرفش انا فين، ولا انا حتى عارف هي في البيت ولا راحت فين. انا مش فاهم حاجه. وإيه ده؟ بص إيه المكتوب على الورقة اللي هناك دي؟ إزاي يكتبوا كده؟ يلا نمشي من هنا بقى، أنا مش فاهم حاجة خالص. لا بابا بس، إيه بحبك؟